طبيب، راني نعاني من القولون العصبي، عندي لي غاز وراه قتلني ستر، واش تنصحني؟ السلام عليكم. بداية نوضح لك واش هو القولون العصبي. هو اضطرابات أو قل تهيج في الجهاز الهضمي له علاقة بالجهاز العصبي، بحيث الأعراض تتفاقم وتزيد بوجود الضغط النفسي أو التوتر. كل ما يزيد الاسترس كل ما يزيد الأعراض أكثر وأكثر. ولازم تعرف باللي الأعراض تختلف من شخص إلى آخر، إسهال، إمساك، قيء، غثيان. المهم الأمر ما هوش ثابت خلاص، حتى عند الشخص الواحد قادر تسبب له إسهال، قادر تسبب له إمساك إلى آخره. ولكن هناك أعراض تقريبا دائما نلقاوها، اللي هي الغازات، الانتفاخ والألم. هذو تقريبا دائما كاينة عند مرضى القولون العصبي. الآن كيفاش تتعامل مع القولون العصبي؟ أول حاجة قلنا له ستريس، كل ما يزيد كل ما يزيدوا الأعراض، وبالتالي لازم نتخلص من هذاك التوتر ومن هذاك الضغط والستريس اللي علينا. كيفاش؟ اخرج للطبيعة، بدل الجو، شوف المناظر، تأمل، نحي على الضغط على نفسك، اخرج عند صحابك، العب معاهم، قصر معاهم، المهم دير أي حاجة تنحي عليك الضغط والستريس. ثاني حاجة ممارسة الرياضة. الرياضة تساعدك على التخلص من الغازات وتساعدك أيضا على التخلص من الضغط النفسي والستريس. ثالث حاجة الحمية الغذائية. كاين نظام غذائي اسمه ريجيم فود ماب، والفود ماب هذه هي عبارة عن قائمة من الأغذية حددها أخصائيون في التغذية. هذه الأغذية هي التي تهيج القولون، يعني مريض القولون العصبي يجب أن يعرف كيف يتعامل مع هذه الأغذية. ما نقدرش نطول الفيديو أكثر من هكذا، وبالتالي راح نحكي لكم على ريجيم فود ماب بالتفصيل في الجزء الثاني. اشترك في القناة وشارك الفيديو مع أصدقائك. نلتقي في الجزء الثاني. السلام عليكم.